هذا السؤال غير خصني نوضح هذا الامر، هو انه ملي بدات قبل فتره الحجر الصحي هناك مجموعه من الطلبه الاجانب اللي غادروا التراب الوطني بالتنسيق مع البلدان ديالهم ومع السفارات المعتمده في المغرب. البعض الاخر اللي ما تمكنش باش يغادر التراب الوطني بقى عندنا في الجامعه، والحمد لله ما نساوش بان بعض المؤسسات الجامعيه عندهم احياء جامعيه دي ريزيدانس يعني للطلبه الاجانب. اذا هذه المؤسسات بحال المدرسه المحمديه المهندسين، المدرسه العليا للتعليم التقني، كليه علوم التربيه اللي عندهم هذا السكن هذا، قاموا بتكفل ديال الطلبه الاجانب من ناحيه ديال الماكل، من ناحيه ديال المشرب طول هذه الفتره ديال الحجر الصحي الحمد لله. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناه صحيفه 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.